يخطط إيلون ماسك الرئيس التنفيذي الجديد لموقع تويتر لفرض رسوم تقدر بنحو 20 دولارا شهريا على الحسابات الموثقة ممن يرغب أصحابها بالاحتفاظ بالعلامة الزرقاء. وأكد ماسك بأنه لا يمكنهم الاعتماد كليا على المعلنين لتسديد الفواتير المترتبة على المنصة. وتخطط الشركة لرفع اشتراكها الاختياري المميز البالغ 5 دولارات شهريا، والذي يسمى تويتر الأزرق، إلى 20 دولارا في الشهر. وستقترح المنصة المزيد من الميزات، بما في ذلك عملية التحقق لجعل قيمة الاشتراك تتناسب مع ارتفاع التكلفة.